ولاد العربيات اوفر شغاله على النت طبعا العربيات دي بتدفع ضريبه ولا تامينات. انت دلوقتي ازاي بتقدر تنافس انواع تاكسي تانية؟ هم مثلا بيشغلوا التكييف ما بيزهقوش الزبون في عيشته، ما بيطلبوش منه ضعف الاجره، يعني فانت هتنافس ازاي؟ انافس ازاي؟ انا لما انافس تاكسي هبقى عندي امكانيه ان انا اقول ان التاكسي دوت لما انا اكون داخل مع تاكسي ومنافس انا وهو منافسين مع بعض، لما انا اتميز عنه ساعتها هتبقى في منافسه. لكن انا عمري ما هتنافس مع عربيه ملاكي، عمري ما هتنافس مع عربية أنا بسعر وهي بسعر تاني خالص، عمري ما هتنافس مع شركة هي شركة وأنا شخص، عمري ما هقدر أتنافس معاهم، مش هيبقى في وجه مقارنة أصلا ما بيني وما بينهم. ما نلاقي حد بينافسنا في الشارع وياخد رزقنا يبقى لا، لازم نقف كلنا. طب ما هو بيقدم خدمات أحسن من حد بتقدمها. ما حضرتك إحنا مش الخدمات دي إحنا اللي مقدمينها، الحكومة هي اللي مقدماها. العداد ده تبع الحكومة مش تبعنا. تمام. طب والحكومه برضه هي اللي قالت ما تشغلوش التكييف في الصيف؟ الحكومه هي اللي قالت. حضرتك ابص هقول لك على حاجه، العربيات عشان صنعتها صيني تمام ما تستحملش التكييف في مصر. بندلع الزبون عشان الزبون ينزل يرضينا، احنا بندلع الزبون عشان الزبون ينزل يرضينا. انا النهارده كزبون تاكسي يعني بيطلع عيني التاكسي رقم 6 او 7 لما يقف ويرضى يوصلني، يعني لازم سواق التاكسي يعمل للزبون كشف هيئه ويوصله وما يوصلوش. يا باشا يا بيه ما هو انت دلوقتي الزبون برضه بينقي التاكسي اللي هو بيركبه، يعني هو بينقي التاكسي اللي هو بيركبه، وغير كده بيبقى في زباين انت ما تضمنش تروح معاها ياخدوا منك العربيه. احنا بتركب معانا ناس من مستشفى، احنا خدنا واحد من مستشفى الهرم اللي هو بتاع الهرم، مستشفى الهرم تمام، ثبته سواق تاكسي وخدوا منه العربيه على طريق الفيوم. الحكومه راح بلغ في كل لجنه تقابله وقال له هم هيبقوا يتصلوا بيك ويساوموك ان انت تدفع فلوس او تاخد العربيه. ليه ما بتشغلوش التكييف في الصيف؟ لا بتشغل التكييف، لا بتشغل التكييف. الشركات دي ما بدأت نسبة الزباين اللي بتجيلك قلت بنسبة قد ايه؟ 40% يعني 40% الزبون بيجيلك ولا 40% قال؟ يعني لا 40% 60% 60% قال 40% يعني معنى كده ان في خلال سنة خلاص هنتدمر خالص بسبب ايه؟ طب لا طلاق من بيتي وحياه بنتي من الساعه 10 الصبح معيش 40 جنيه، تعالى افتح لك درج العربيه 40 جنيه وهم شغالين زي ما انت شايف كده على الموبايل في الشوارع عمالين يلموا الزباين. طب احنا ناكل عيالنا منين وناكل منين ونسدد السطه منين ونسدد الحكومه منين؟ كل الكلام ده منين؟ انا سؤالي لحضرتك دلوقتي، الحكومه في حاله انها ما تنفذش طلباتكم ازاي؟ ناويين السيسي راجل محترم فاهمني، والمحافظين ناس محترمه فاهمني، استحاله هيقفوا مع الناس الكويسه الغلابه دي اللي واقفه مش لاقيه تاكل عيالها فاهمني، استحاله دي. احنا جايين نقف بادبنا وباحترامنا عشان الحكومه تشوف لنا حل، ولا اكتر ولا اقل، ولا واثق وعشان في ربنا قبلهم. طيب الحكومه هتشوف لنا حل بهدوء لو تكرمت. لو في حاله عدم تنفيذ مطالبكم هيحصل ايه؟ هتعملوا ايه؟ مفيش الكلام ده دي هيحصل ايه؟ هناخد حقنا منهم بايدينا. العربيه الملاكه شغاله في الشارع هنكسرها له، ده اكل عيشنا. واخد اوتي لو على موتي، بس في الاخر مع دوله مؤسسات ودوله قانون، والقانون هيقف معانا وهنلتزم بالقانون وهنلتزم بالدوله. احنا في ده مصر، احنا وعيالنا. طيب انت حضرتك فكرت ازاي تاخد حقك بالقانون؟ فكرت قلت اجيب محامي، نفاوض محامي كويس تمام، يرفع على الشركه القضيه وياخد تعويض، ياخد اتعابه والباقي متبرعين بيه احنا لسرطان الاطفال. تمام مش عاوزينه بقى التعويض. طيب سؤال، هل حضراتكم اخدتوا تصريح من الداخليه بخصوص الوقفه دي؟ تصريح هناك عشان كده الداخليه واقفه بتامن. ايوه. هل حصل مين؟ معلش، هل حصل والداخليه تعرضت لكم؟ نهائي. ناس محترمه هي واقفه بتحمينا، حتى في الشارع بتحمينا، الا الداخليه والجيش دول فوق دماغنا، دول اهالينا، دول ناسنا. الشركات دي كانت في فرنسا موجوده والسواقين عملوا اضراب، وقفوا الشركات دي، صارت فرنسا وجايه هنا تشتغل. تبع ايه دول؟ احنا بنطالب وزير الداخليه من على عبر النت يشيل الموقع ده خالص على النت. ما
محافظ القاهرة. أول امبارح أنا موافق بالتحرير مزمن على المكب وموقفه ونزلت له بنفسي. وقلت له يا فندم إحنا مش عارفين نشتغل، شفنا له حل، إحنا مش عايزين نعمل وقفة. إحنا مش عايزين نوقف البلد. ولا عمل المحافظ بنفسه. أنا موقفه الشارع. ولا عمل حاجة. قال لي أكلم مدير المرور وما عملش حاجة. الكلام دوت الصبح ما قلتلاش نعمله عشان ما نعملش عطلة للمصالح الحكوميه عشان بلدنا تمشي غصب عن اي حد تمشي بس بالسنة احنا كمان. انت حضرتك تفضلي التاكسي الابيض ولا اوبر او كريم او الناس دي؟ اي سواق تاكسي غلبان يعني اجيب منين؟ يعني توصل بلدنا دي لو ما دفعش الاذن بتاعها هيسحبوها منه.